مراته؟ اه يا فندم، هي ماتت معاليك في المستشفى وقت ما كانت بنتهم شادي بتولد. ولدت؟ اه، وجابت بنت. الموضوع ده حصل امتى؟ في نفس يوم فرح سليم وغدا بالظبط. رياض عمر فندم، الراجل لسه خارج من السجن، ويوم ما خرج بنته ولدت، وفي نفس اليوم مراته ماتت. حصل. تفتكر حد حصل له كل ده ممكن يعمل ايه؟ حاجه من الاتنين معاليك مالهمش تالت، يا اما يتهد ويخاف على الباقي، يا يتجنن ويلطش ويعمل مشاكل كبيره قوي. بس انا واثق ان هو اتهد، والدليل على كده انه خد بنته ومشي على طول. لو كان عايز يعمل مشكله كان راح قدم بلاغه وعمل اي حوار لينا يعني. لا يا عمرو، مش هنستنى لما يعمل. هو ده اللي كنت مستنيه، وجود الطفله اللي اتولدت مع بلاغ من جلال كده. النيابه ممكن تستدعي الواد ده وتقرره بكل حاجه. ايوه، بس جلال خد البنت من المستشفى من غير ما يطلع لها شهاده ميلاد. ما عشان يطلع لها شهاده ميلاد لازم يثبت نسبها الاول. طب افرض الولد مثلا رفض يعمل التحليل؟ يرفض، ساعتها المحكمه هتحكم لها على طول، لانه رفضه ده اقرار ضمني بالاعتراف. من غير اي اثبات للعلاقه؟ اثبات الجواز حاجه واثبات النسب حاجه تانية. دلوقتي ممكن التحليل يثبت ويحسم موضوع النسب ده، اما موضوع الجواز فبيحتاج مننا امور تانية كتير، يعني عشان نحفظ حقوق الطفل كامله. زي ايه يعني؟ شهاده شهود موثوق فيهم، ورقه جواز مثلا. ورقه جواز؟ أنا خلصت موضوع العود ولا لسه؟ الورقة دي يا عمرو. ايه ده؟ أنا بعتك تدور على العود، بتفتح الظرف ده ليه؟ لقيتهم وسط الورق، هي والفلاشة في الظرف ده. نهى، أنا بعتك تدوري على العقود، فتشي في حاجة ناس تانية ليه؟ ها؟ لا، ما أنا لازم أفهم ورقة الجواز مين دي بقى؟ ليه؟ ما شفتهاش؟ معلومة يا ستي، هي ورقة الجواز سليم. فتحتي كده؟ هو شايلها عندك ليه؟ إيه يا نهى؟ في إيه؟ هتحققي معايا؟ قلت لك شوف العضو بس عشان اتاخر على شغلي. وبعدين يا ريت لو ليكي اي حاجه ثانيه في المكان تشيليها. المره اللي فاتت كنت انا هروح في داهيه مع منيره بسببك. كمان؟ حتى البيت ما بقاش ليا فيه مكان؟ يا حبيبتي مالك؟ بقيتي عامله كده ليه؟ ممكن شويه عقل؟ خلينا نخلص من اللي احنا فيه. ممكن؟ ماشي. يلا.